طاقتك لهذه القراءة؟ أنت في وضع توحد، أنت تعيش الآن لوحدك، منعزل عن الناس، تعيش لنفسك، تحاول أن تحاسب نفسك على ما فات، تسترجع أحداث الماضي، فلعل شيئا ما حصل معك وتريد أن تبقى وحيدا، تحاسب نفسك، ما الذي حصل ولماذا حصل هذا؟ فأنت في وضع محاسبة النفس، وبعيد، متباعد، بعيد عن كل من حولك. أنت ترى الحبيب بأنه أيضا متباعد، وقد ربما ترك هذه العلاقة وينظر الآن إلى مستقبله وإلى طريق آخر، أو ربما أنتما في علاقة ثلاثية، هو في وضع اختيار مع شخص آخر. الحبيب لقد ترك هذه العلاقة ورحل، لا أعلم لماذا، ربما اختار أحد، أو ربما هذا الشخص الآخر ليس بالضرورة أن تكون هذه قد اختار أمر آخر ورحل، ربما اختار عمله، فهو ربما منهمك جدا في عمله، وهو اختار الذهاب للعمل والابتعاد في الوقت الحالي عنك، ربما هو في عمل ويضطر إلى السفر، ومضطر إلى السفر، وأنه تركك وذهب، ولكنه ذهب بحزن. أجل إنه يحبك كثيرا، فهو عنده طاقة كبيرة باتجاهك، عنده تواصل روحي جدا معك وطاقة عالية معك، وأنتما أنت وهو متواصلين جدا بالروح. طاقتك لهذه القراءة، أنت في وضع، أنت من يظهر لي هنا بأنك أنت من اتخذ القرار بالابتعاد عن هذا الحبيب، فهنا تظهر لي أيضا بأنك أنت متباعد عنه وفي جلسة محاسبة للنفس، احتمال بأن شيئا ما قد حصل بينكما، وأنت الآن تحتاج إلى جلسة مع الروح، مع النفس، لتحاسب نفسك ولتتخذ ولاتخاذ القرار الصحيح. وأنت بالفعل اتخذت هذا القرار حاليا في هذه القراءة، وابتعدت عن هذا الشخص، ولكن قرارك هذا قرار صارم لا رجعة فيه. الحبيب هو في حالة حزن لفراقك، فهو يحبك كثيرا، هو في وضع استقرار، وهو لا يعبر عن مشاعره أيضا، هو في وضع استقرار، نعم، ولكنه لا يعبر عن مشاعره لك، هو يحبك جدا، وهو يفتقدك كثيرا، فهو في طاقة مائية وأنت في طاقة هوائية، هو يحبك كثيرا ويفتقدك كثيرا. الأبراج التي تظهر عندي في هذه القراءة، برج العذراء، برج الميزان، وبرج العذراء مرة أخرى، وبرج الجدي، مشاعرك تجاه الحبيب، أنت تشعر بأنه مربط، تشعر بأنه لا يعمل شيء، هو فقط يحبك ويعبر ولا يعبر عن هو يحبك فقط ولا يعبر عن مشاعره لك، وأنه متباعد عنك في هذه الفترة، وفي وضع اتخاذ قرار كما يظهر لنا هنا في هذه، هو في وضع اتخاذ قرار، واحتمال بأنه تباعد عنك كما قلت من أجل عمل ما، هو في طرف آخر في هذه العلاقة، لكنه ليس بالضرورة أن يكون شخص، هناك عمل أو أهل، أو أنه اضطر إلى السفر ما وتركك، هو الآن يعيش وحيدا، مكتئب أيضا، يتواصل معك فقط في الروح، وهو يشعر بتواصل عالي جدا معك. هو يشعر بأنك توأم للروح، وأنت مساوي له بالفكر وبالعمل ربما وبالتصرفات، وأنت مساوي له بكل شيء في هذه الحياة، أنت توازيه
وهو الشخص وأنت الشخص الذي يتمنى أن يكون معه دائما، أنت الشخص الذي يتمنى أن يكون برفقته طول العمر، فهو يراك ند له في نفس مكانته، في نفس تفكيره، في نفس احتمال، في نفس علمه، مركزه العلمي أو الاجتماعي، هو يراك الشخص المناسب ويشعر بهذا كثيرا. نوايا هذا الحبيب إذا كان عنده عمل كثير وهو منهمك في عمله، هو ينوي على أن ينهي هذه الأعمال الكثيرة التي قد تسبب، قد احتمال بأنها قد سببت له ضغط نفسي كبير في هذه الأعمال بشكل كثير، أو أنه عنده مشاكل عائلية مع أحد أفراد العائلة، أو هو في وضع نفسي صعب، يريد نواياه أنه يريد الخروج احتمال من هذه المشاكل النفسية وتصفية الحسابات إذا كان هناك مشاكل مع أحد الأفراد، أو إذا كان هناك مشكلة بينكما قد حصلت بينكما وأنت أخذت القرار بالقطيعة، هو ينوي أنه سيحاول أن يحل هذه المشكلة بينكما. الخطوة القادمة في ال10 أيام هذه، هو لا ينوي أن يعمل أي شيء، هو لا يريد أن يقوم بأي خطوة، هو ينوي أن يصلح، لكن في هذه الفترة لا يريد أن يقوم بأي خطوة، هو فقط سيراقب وسيتفرج من بعيد ولا يظهر، وسوف لن يظهر لك أي اهتمام، أي اهتمام، هو يراقبك من بعيد فقط. إذن هو في وضع مراقبة الآن في هذه ال10 أيام القادمة، ينوي على تصليح ما حصل بينكما ربما من مشاكل أو من خلافات، ولكن ليس في الوقت الحاضر، هو سيؤجلها قليلا. هو ينوي هذه المصير العلاقة سيكون بينكما في هذه الفترة تساوي بين الأخذ والعطاء، فبقدر ما يعطيك ستعطيه، وبقدر ما تعطيه سيعطيك، سيكون بينكما حساب، أنت أخذت كذا أنا أخذ كذا فقط، معاملة جدية شخص لشخص، ند لند، كما هو يراك هنا متساوي، يريد أن يعاملك بالعدل بالتساوي، لا يريد أن يكون قاسي عليك أو غير عادل معك، فهو إنسان بطبعه إنسان حنون، هو يحبك كثيرا وينوي أن يكون معك عادل، ولكن في هذه الفترة أنا أرى بأن هذه الفترة القادمة ستبقى العلاقة فقط علاقة رسمية، احتمال أنكما قطعتما الكلام نهائيا، أو احتمال بأنكما ما زلتما تتحدثان مع بعضكما لكن بشكل رسمي، وستبقى هذه العلاقة بشكل رسمي في الفترة القادمة. النصيحة لهذه القراءة، النصيحة لك تقول بأنك اهتم بعملك جيدا ولا تعطي أهمية لهذا الشخص في الوقت الحاضر، أظهر له بأنك أيضا غير مهتم، هو يظهر لك بأنه غير مهتم ويراقبك من بعيد، وأنت أظهر له نفس الشيء، عامله بالند، عامله بالمساواة، هو يظهر لك بأنه غير مهتم، أنت أظهر له كذلك، واترك الأمر، الأيام القادمة سيتعدل أو سيتحسن كل شيء إن شاء الله، الطاقة تتغير. شكرا لكم برج الحوت على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.